حقيقة أنه وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائياً ووقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص ليها. مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الموضوع. بيهدف المشروع مشروع قانون بمنتهى البساطة لفتح الباب أمام المنشآت غير الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي. طبعاً انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي من شأنه التزام هذه المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية بيئية وسلامة وصحة مهنية وجودة. كل ده من شأنه طبعا زيادة جودة المنتجات المصرية، زيادة فرص التصدير. يعني واحنا بنتكلم على الموضوع ده دايما الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اتجاه الدولة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي. في ناس يعني شايفة انه الاقتصاد غير الرسمي مش قادرة تحدده قوي، مش قادرة تعرف نسبته قد ايه، لكن حسب خلينا اقول لحضراتكم انه حسب تقديرات حكومية بيساهم الاقتصاد غير الرسمي جزء مهم جدا من الناتج الاجمالي الناتج المحلي بنسبة تقريبا تقدر ب 40%. يعني قد ايه؟ يعني 2.6 تريليون جنيه. ده من زي ما قلت لحضراتكم إجمالي الناتج المحلي اللي بيبلغ ل 6.4 تريليون جنيه، ده لعام 2020-2021. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معانا دلوقتي عبر الهاتف النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معانا في برنامج التاسعة. مساء الخير يا فندم وسعيد بإتصالكم عليا وباهتمامكم بموضوع الصناعة. وموضوع الصناعة هو مهم في الفترة الحالية لأن هو بيعد الكفرة الحقيقية للاقتصاد المصري. ده بكل تأكيد يا فندم. طيب في إطار هذه النقطة تحديدا أهمية هذا القانون إيه يا فندم؟ وفكرة إنه واحنا بنتكلم على الاقتصاد غير الرسمي يمكن الناس مش ناس كتير تعرفوا إنه بيعمل في هذا القطاع حوالي 50% من العمالة، يعني نسبة كبيرة جدا بتعمل في الاقتصاد غير الرسمي. و برضه بنتكلم عن ان هو عباره عن مجموعه من كيانات اقتصاديه متوسطه وصغيره ومتناهيه الصغر. اهميه المشروع ده ايه وفكره الدمج ده قد ايه مهم يا فندم؟ بص حضرتك، هي ببساطه ان احنا ما نقدرش نستغنى عن القطاع الغير رسمي لان هو طبعا بيشغل شريحه كبيره جدا من النسبه العماليه اللي موجوده في مصر. فبالتالي احنا النهارده عملنا تعديل واضافات على القانون اللي هو قانون رقم 15 لسنة 2017. عملنا تعديل لأن فتحنا باختصار الفتح الترخيص ثاني للمشاريع اللي زي كده. النهارده في مشاريع كتيرة بالشكل ده اللي هي مشاريع صغيرة اللي هو احنا مش هنقدر نقول عليها التعبير إلا نقدر نقول الاقتصاد الموازي أو بمعنى أصح ما عندهمش الإجراءات الحقيقية لترخيص مصانعهم. فبالتالي احنا النهاردة عملنا فتح مدد جديدة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية اللي بالشكل ده، وبالتالي ان احنا النهاردة لما نضم القطاع ده هيفيد كتير جدا ان احنا نفيد بلدنا ونفيد الاقتصاد بتاعنا. القانون ده لما اتفعل في سنة 2017 تم دمج حدود 3000 وكسور للقطاع الرسمي. فبالتالي النهارده انا لما افتح تاني بعد انتهاء مده القانون واشغله تاني وابدا ان انا اضم القطاع ده، فبالتالي هنعود ان احنا دايما نكون واقفين على كل كبيره وصغيره ناخد بالنا منها. النهارده انا راجل مصنع موجود محتاج ان انا اقنن وضعي عشان اقدر استفيد من المبادرات الحكوميه اللي بتعملها الدوله، اقدر استفيد بان انا ارخص المنشاه بتاعتي واعمل سجل صناعي بتاعي واقدر اصدر لبره مصر واجيب عمله صعبه تفيد بلدي. فبالتالي النهارده انا لما اعمل مشروع زي كده بفيد بلدي في المقام الاول، وفي نفس الوقت بساعد المنشآت الصغيره ان هي تقنن وضعها، وده اللي احنا عملناه في مشروع القانون اللي انا تقدمت بيه وفي نفس الوقت تقدمت بيه الحكومه. ان احنا فتحنا الترخيص من جديد للمنشآت الصناعيه اللي هي غير مرخصه ان هي تنضم للقطاع الرسمي ويكون في نفس الوقت عندها السبل اللي تؤهلها ان هي تكون
قادرة على إنشاء اقتصاد قوي لبلدها، وده عنصر مهم جدا. ده أكيد، بس سيادة النائب طيب عشان أقدر إن أنا أشجع أصحاب المصانع أو أصحاب الأعمال اللي بتكون ضمن الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي أو الاقتصاد الظل أو ما أي مكان اسمه، يعني عشان أشجعهم لازم يكون في محفزات عشان يقدروا إن هم يرخصوا أعمالهم فبالتالي يدخلوا ضمن قطاع الاقتصاد الرسمي. إيه المحفزات دي يا فندم؟ إزاي أقدر أشجعهم على ده؟ هو أول حاجة إن أنا النهاردة ببدأ أخليه يطمن وضعه بإجراءات بسيطة ميسرة طبقا للقانون، وأديله فرصة إن هو يرخص المنشأة بتاعته في خلال سنة، السنة الأولى، وفي نفس الوقت لما يرخص المنشأة بتاعته هيقدر يستفيد من المبادرات اللي بتعملها الدولة، هيقدر يستفيد من الجزء اللي هو الدولة بتدعمه. النهارده أنا لما أعمل المصنع بتاعي وأرخصه بالتالي هقدر إن أنا أساعد إن أنا أدخل تحت منظومة بتدعمها الدولة بالنسبة للمعارض اللي بتنظمها الدولة، بالنسبة للغرف اللي أنا هشترك فيها سواء كانت قطاعات صناعية أو هندسية أو غيره. النهارده إحنا محتاجين القطاع ده، الدولة النهارده بتحدد كل ما هو موجود يعمل صناعه، يقضي على البطاله، على الايدي العامله ان هي تشغلها اكتر من كده كمان، فبالتالي الدوله النهارده بتساعد اقصى ما في جهودها وبتعمل اقصى جهودها لتشغيل الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده. فالنهارده هو باختصار ان احنا نقول القياده السياسيه اللي موجوده حاليا فعلا السياسه تدعم الاقتصاد، قبل ذلك كان الاقتصاد هو اللي يدعم السياسه، فبالتالي النهارده الدوله بتشجع اي حد. النهارده لما حضرتك قلت بسيط المبادرات اللي اتعملت قبل كده اللي هي استفادت منها المنشآت الصغيره، عملت مبادره ب 5%، في ناس كتير جدا اشتغلت وخدت خطوط انتاج، فبالتالي الدوله بتحفز الصناعه، فده اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه. احنا باختصار عندنا منشآت صغيره مش مرخصه ومش مندمجه في القطاع الرسمي، فاحنا عملنا القانون عشان خاطر نقدر نضم القطاع اللي هو غير رسمي للقطاع الرسمي. المحفزات اللي حضرتك بتتكلمي فيها انا مش شايفه، الحكومه مش شايفه اللي هو مش مرخص، فبالتالي مش قادره تدعمه في البرامج بتاعتها. احنا اللي احنا عملناه باختصار فتحنا القانون من تاني وشجعنا نقول للناس يا جماعه تعالوا رخصوا، لان النهارده في ناس كتيره جدا بتبقى المنشآت بتاعتها مش متوفر لها الجزء التقني اللي هو بيلزم من المنشاه، فاحنا اللي احنا عملناه عملنا الترخيص لحين تقنين الوضع الفعلي، وفي منشآت كتيره جدا ما لحقتش ترخص. طيب اخيرا وسريعا يا سياده النائب بعد اذن حضرتك، لو دلوقتي صاحب عمل من ضمن هذه المشروعات بيسمعنا وحابب ان هو يتقدم عشان يرخص ويقنن مصنعه ايا ما كان عمله، ايه الاوراق المطلوبه وايه اللي يحصل سريعا جدا ارجوك يعني واعذرني لضيق الوقت؟ هو بيتوجه لهيئه التنميه الصناعيه وبيدوا له الاشتراطات اللي هي محتاجينها، وبالفعل بيقوم على الترخيص. ولا هو عموما مجرد ما هو يروح هيئه التنميه الصناعيه الوضع هيكون مستعدين ليه ان هم يسلموه الاشتراطات والاجراءات اللي هم محتاجينها عشان خاطر يرخص، والموضوع سهل وبسيط. احنا ما علينا ان احنا نفتح الافق ونفهم الناس ان القانون اتفعل عشان خاطر الناس تعرف، واللي انتوا بتعملوه ده بصراحه مهم جدا ان انت تنوهوا عن مشروع زي كده، لان ناس كتيره فعلا محتاجه القانون ده ومحتاجه. فهو يتوجه لهيئه التنميه الصناعيه عشان ياخدوا الاشتراطات اللي هي مطلوبه للترخيص وتقنين الوضع. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر النائب شحاته ابو زيد امين سر لجنه الصناعه عفوا بمجلس النواب، جزيل الشكر حضرتك يا فندم.